السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا إخوة نبذة سريعة عن القرنبيط. طبعا هذه شتلات القرنبيط، طبعا مشتل يا إخوة، شريتها من مشتل جاهزة، شريت يعني كمية منها. زراعة القرنبيط يا إخوة من الزراعات طويلة نوعا ما، يعني تأخذ لها تقريبا 4 أشهر 5 أشهر، أو نقول بداية بعد الشهر الثالث يعني ممكن إنه نبدأ بأنه نقطف الثمار. وهي من النباتات بشكل عام يا إخوة التي تتحمل، يعني تتحمل النظام المائي، ولكن يجب علينا اختيار الأسمدة المناسبة في زراعة القرنبيط، أو إحنا بنسميها في بلاد الشام، في الأردن عندنا الزهرة. طبعا بداية عشان برضو ناخذ نبذة سريعة عن الزرع، نحاول دائما نغسل الجذر. بعض الأشياء المزروعة تأتي عليها مبيدات فطرية، ولكن للحذر يعني وزيادة الاطمئنان نقوم بغسلها بهذا الشكل. زي ما انتم شايفين لو ظل الشهر، طبعا بيكون مزروع في مادة الكومبوست او البتموس احنا بنسميها عندنا. طبعا هون انا بالنسبة لزراعة القرنبيط يا اخوة بالذات، وانصح ان يستخدمها الاخوة لجميع الزراعات، بانه نحط توف على مستوى الماء. في توف يا اخوة، توف ناعم، يكون في توف ناعم، حجر بركاني ناعم، بنحطه على مستوى الماسورة الثلث. احنا بنعتبره انه محطوط، يعني بنعتبره انه محطوط لانه هلا الكمية مش متوفرة عندي، بنعتبر انه في توف ناعم محطوط في اسفل على مستوى الماء في اسفل الماسورة. طبعا هذا كوب على سبيل المثال، نحط الشتلة بهذا الشكل. كثير من الاخوة يقول كيف نضع الشتلة؟ بسيط، مش صعب. بهذا الشكل يكون الجذر يعني نوعا ما، خلي دائما يا اخوة الجذور خليها معرضة للهواء، ما نخليها بشكل عام مكشوفة، يعني تكون اسف مغرقة في الماء. الافضل انه يكون في تنفس للجذر بهذا الشكل. طبعا انا مجهز النظام، ولكن عشان اورجيكم كيف نزرع، يعني بهذا الشكل النظام اكتمل. طبعا انا متارك هنا فراغات، عشان هذه المسافة لازم تكون ما بين هاي يعني تقريبا 35 سنتي حتى تأخذ راحتها، فأنا عندما يكبروا قليلا بدي أرد أوزعهم إن شاء الله في أماكن أخرى، وليس ليس لا يشترط في هذا النظام. وأنا كمان مسويين زي ما أنتم شايفين، وأنا مش معبأة. السماد المستخدم في الـ في الـ نقول الملفوف والقرنبيط، احنا خلينا نتكلم عن القرنبيط. طبعا يجب ان لا يكون ايضا عالي البوتاسيوم، يعني يكون على سبيل المثال نيتروجين 20، فسفور 10، بوتاسيوم 10. وفي بعض الاسمدة يا اخوة تكون مزودة بالحديد والكبريت، والافضل ان نستخدمها، يعني بتكون مضاف عليها الكبريت والحديد وجزء، وايضا مغنيسيوم يكون مضيوف عليها مغنيسيوم. المغنيسيوم يعني موجودة متوفرة في الخلطة ايه، ولكن الافضل انه نجيب شوال بكون مكتوب عليه في حديد، في مغنيسيوم، في كبريت، فيه كمان